مساءكم سعيد، مساء الثقافة، مساء السينما من مدينة عنابة، بونا الجميلة والمضيافة. يأتيكم هذا العدد الخاص من برنامج أما بعد. برنامج أما بعد يرصد لكم كواليس تحضير هذه الدورة التي تعود بعد توقف دام 6 سنوات. إذن الدورة الرابعة من هذا المهرجان التي يأمل العنابيون وأهل الفن السابع بشكل عام أن تكون في مستوى هذا الانتظار. بداية أترككم لمتابعة جانبا من حفل الافتتاح، ثم نعود مجددا. رحب العنابيون بهذه الدورة وبضيوفها من الفنانين الجزائريين والأجانب المشاركين في هذه الدورة الرابعة التي ستعرض أكثر من 60 فيلما جزائريا وعربيا وأجنبيا بحضور عدد من الضيوف المعروفين في عالم الفن السابع. إذن بداية أترككم لمتابعة تصريحات الفنانين الجزائريين ممن كانوا ضيوفا على حفل افتتاح المهرجان، ثم نعود مجددا. والله لازم بوكو بلوس دو فيستيفال كيما هكا، لازم يكونوا لازم يكون ما بين الممثلين المخرجين، لازم يكونوا علاقات كيما هذه، لازم دي ريونيون كيما هادو، دي فيستيفال كيما هادو، بور اريفي افوار اون باز اكستراوردينار بور السينما الجزائري ان شاء الله. والله العظيم ربي يحفظه، تحيه الجزائر، وربي يحفظ الجزائريين، وربي يحفظ السينما الجزائريه، وربي ينصرنا ان شاء الله. والله هذه عوده ميمونه بعد غياب كبير، قال كيفو ميو تار كو جامي. الحمد لله الوزيره وفات بعدها ودارت لنا هذا المهرجان، نشطوا المدينه الجميله الغاليه عنابه. نشكر الجمهور لان الجمهور هو اللي يشجعك، هو اللي يجي، هو اللي يخليك تنفعل وهذيك، ونشكر كل من ساهم من بعيده ومن قريب هذا العرس الفني اللي هو مهرجان. انا كاين الناس يقولوا اين انا، الحمد لله باش يعرفوا الجمهور والناس بلي انا موجوده ومازالني كل عطاء باذن الله. فوالا صحيت وشكر لكم كلكم كذلك. او صافي صافي ان غون بليزير. انا سيتي مون بروميير فيستيفال اللي درته هنايا، جافي 23 زون مع عمر العسكري الله يرحمه، افيك فلور دو لوتوس، سيتي اون 98، جيتي تو غوز. والحمد لله فوالا بلوس كو لا 50 عاود رجعت. شادي غادي كاين 70 فيلم هنايا غادي بريزونتو، وانا جيت نبريزونتي فيلم بن مهيدي ان شاء الله اللي نلعب فيه دور عبد رمضان. وي تو دابور سي دي رونكونت افيك دي زامي دي جون دو ميتيي دي رياليزاتور دي سينياس دي كوميديان اوسي. صافي بليزير، جيسبر كو هاد لي زيفينمون يتعاودوا باش نتلاقاو، باسكو اوني اون بتيت فامي على بالك، وخصنا دائما نتلاقاو باش نزيدوا نطلعوا النيفو على ليشيل انترناسيونال تاع لو سينما الجزائري ان شاء الله بربي. شوف دو توت فاسون كونت يان فيستيفال كيلكو بار، C'est la culture qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne, c'est l'espoir qui gagne. Donc je suis très heureux du retour du festival et je lui souhaite une très longue vie. D'abord parce que c'est ma ville. Enfin, je connais tous les cinémas qu'il y avait à Bukhari-Lana. On avait 10 cinémas à Annaba. Un cinéma à l'idée de les films hindous, un cinéma qui ne fait que les films égyptiens, les films de guerre. Jomhor Jazairi, je lui souhaite de voir beaucoup de films. C'est parce que c'est avec les films, quand on était jeunes, on habitait ici, on rentre dans une salle de cinéma, on rêve. On oublie la misère, on oublie la faim, on oublie tout, on rêve. Donc je leur souhaite de rêver. المهرجان مهم جدا للسينما الجزائريه، انا مادا بيا هذا المهرجان يصطالي في عنابه ويطول في عنابه من شراء سيزون الاولى، وندعم هذا المهرجان باسكو مهم، باسكو عنابه عزيزه عليا، انا خالق في عنابه، والمسرح هذا انا تربيت فيه في وقت بابا وفي وقت سونيا الله يرحمها وفي وقت سيد احمد اقومي. Je pense que le festival il a une bonne étoile, Inch'Allah. C'est une belle date, c'est un bon calendrier. J'espère garder le مدير garder la date هذه قبل كان مهمة جدا، ما كانش بزاف لي فيستيفال ومليحة، ولا ميتيو في عنابة الله يبارك مليحة في هذه لا بيريود.
وش نقول لك، قيمة المهرجان هو الوقت. منا على 5 سنين نهضروا على قيمة المهرجان، لازم نشدوا على الكلمة. جمهور العزيز عليا، نحبكم. أظن أنه حدث يعني كبير، المهرجان يعود بقوة. يعني هناك عدد هائل من المدعوين من الجزائر طبعا، من العالم، وهذا الشيء إيجابي. يعني لازم يكونوا مناسبات هذو لأنهم يسمحوا أنه الساحة العالمية السينمائية نجيبوها لعندنا باش برك نروحوا لها. إن شاء الله أنه تعم هذه التظاهرات على كل وطن، نحن بلادنا قارة ونشوف هذا في كل المناطق. المشاركة تاعي سي باسكو سون روندو كونت كا دي زونسيان كي فالي انفيتي. عندنا بالسينما سي لا دوزيام فوا كجو فيان، لو بروميي وهذا. لو بروميي سي بور لو فيلم لا سيتاديل كو جي في تاع محمد شويخ. وهذا بور دوتر شوبو. مشاركتي اليوم في المهرجان مع خويا تيموح، رانا فرحانين لهذه الدعوه تاع المهرجان الفن السابع السينما، وحنايا يعني موسيقيين تاع موسيقى، وشرف لينا نكونوا في مهرجان هكذا باش نمثلوا الجزائر ونشوفوها في احلى حله لها. واش نقول لكم، عندنا بتعيش سينما وان لوف. المشاركه هذه راهي بدات، شوفوا كيفاش بدات مع الشعب الجزائري هذايا والجمهور تاع النابا، اللي نحييه تحيه كبيره، وتحيه لكاع انحاء الوطن. والجمهور هذايا يستاهل كل تقدير وكل تحيه، ويعطيكم الصحه مام لورغانيزاسيون، اللي ما ننساش لي جورناليست نتوما اللي نحييكم بزاف بزاف، ويعطيكم الصحه. وان شاء الله يجوز مهرجان شباب، وان شاء الله يكون كاع انحاء الوطن. فيلم المتوسطي مانيش غال جاسبر، كنت غضبان اليوم راني فرحان. تحيا سينما. انا نقوم بالواجب لا اكثر، نقوم بالواجب لا اكثر، وان شاء الله دائما نقدروا اللي نقدروا عليه نعملوه ان شاء الله. انا جد فرحه وجد سعيده اني متواجده في عنابه مع ناس عنابه الباهيين. انا نشكر يعني ولايه عنابه، ونشكر خاصه الناس تاع المهرجان اللي قاموا بعمل جبار وحسين ارواحنا يعني كسراتنا في بلادنا. ان شاء الله ان شاء الله كل الجمهور يجي يتفرج معنا الافلام هذه ويعاود يولي للسينما، لانه السينما يعني الثقافه مهمه جدا. حضرت له انا في 97، وحضرت له في 2000 وكذا، ومن بعد 2024 قرار وزاري سيادي عالمي. الحمد لله، شكرا للوزيره، شكرا للوزير واسمو محمد، باسكو محمد سينمائي وفهموا باللي عنابه سي لو بول، عنابه هو اللي يجلب كل الفنانين العالميين. سي ان تري غون فيستيفال على معيار كان ولا نيس. لا، عندهم الحق اللي داروا في شهر هذا الشهر، لان احنا عندنا السياده، والمهرجان العنابه لازم يولي كما كان، كما ايه اللي يحب يختار مهرجان عنابه ولا كان. احنا اخترنا عنابه. نفتا فوتبول كلوب الفيلم القصير لو كوميتراج، او راح يتورنا اون لون ميتراج، وراني انا والياس سالم في طوزر. نفتا فوتبول كلوب يفا تورني اون لون ميتراج في طو حاجه. ميرسي، يعطيكم الصحه اللي جيتوا اليوم. هذا دليل على ان الشعب اللي راه هنايا يلام لو سينما، وهذه فرصه ان شاء الله. هذه لا 4 ايديسيون راح تكون بادره خير باش تنطلق السينما، ويكثروا المهرجانات تاع السينما، ويكونوا انتاجات عديده سواء هنا داخل الوطن، اي بوي سان فيستيفال اللي يسمح لنا باش نشوفوا الانتاجات تاع باقي الدول الاخرى اللي راهي مشاركه في المهرجان. هو بريميرمون قلت لك بلي احنا اومونكي، يعني كان خصنا مهرجان بهذا الحجم هذا وبهذا الكبر، وان شاء الله هو اللي يكون فاتحه وبادره باش تكون فيه مهرجانات اخرى داخل الوطن، وتكثر على الاقل نشوفوا انتاجات سينمائيه اللي تكون حاضره بقوه في مختلف المهرجانات سواء هنا ولا في الخارج. اول مشاركه لي كمخرجه في مهرجان سينمائي ليس يعني في الجزائر برك، اول مره على الاطلاق جزائريه. سعيدة جدا بهذا، نعتبره تتويج اساسا. سعيدة اني متواجدة اليوم وسط هذا الجمهور الرائع، وسط زملائي من المنظمين، نتمنى لهم دورة ناجحة ورائعة. استقبال حار من طرف جماهير عنابة، والله كأنه المهرجان عمره 60 سنة. جمهور رائع راقي يعني يتوق إلى مشاهدة الأفلام. دائما أحث على القدوم إلى القاعات، أكثر من 70 فيلم سينمائي رائع يعني في انتظار الجمهور،
عن نفسي دونك اشارك بفيلم طيارة السفرة في مهرجان عنابة المتوسطي الدولي. سعيدة بهذه المشاركة في ضمن فعاليات يعني مسابقة عمار العسكري ضمن الأفلام العشرة اللي أنجزت في إطار احتفالات ستينية الاستقلال بدعم من وزارة الثقافة وإنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما. سعيدة جدا بالتتويج اللي وصلته الجزائر لأنه هذه السنة شهدت غليان سينمائي جهود رئيس الجمهورية من أجل دفع بالصناعة السينماتوغرافية. ووزيرة الثقافة والفنون دائما نشكرها على مجهوداتها الجبارة للرقي بقطاع السينما، تجسيد قانون صناعة السينماتوغرافية، قانون الفنان، كلها تصب في دفع قوي للإنتاج السينمائي الجزائري. إن شاء الله نقدروا نمثلوها على أعلى مستويات وإن شاء الله نجدوا أفلام رائعة ونفتكوا جوائز يا رب. عندنا ديجا نعطيهم شوية تجربة من على الإنتاج، كيفاش تنتج فيلم قصير خاصة، وكيفاش تقدر تبدأ الإنتاج وشوية العراقيل في الإنتاج. كاع هاد الناس ما حبش يخدم السينما، الناس كي تجي باش تشوف سينما تفرح تشوف ممثلين، هذا واش حبينا، هذا واش نحوسوا. في رأيي السينما هي الحب، هي الفن. الناس ديك تشوفها كتحب تشوف افلام، عندها كيما تقول كيوريوزيتي، عندها حابه تشوف، حابه تكتشف. حنا فقدنا هذا الوقت، فقدنا نحضروا افلام في السينما. هذا الشعب كي يبدا يشوف اهتمام في الصحافه طبعا والقنوات تاعكم، يتخلي الناس عاود تحب تجي الافلام. حنا ماذا بينا المهرجانات هذه في كل ولايه كان مهرجان كبير كيما هذا. ما كاش اي فنان، اي سينمائي، اي ممثل، اي تقني ما يتمناش ان يكونوا هذه المهرجانات اكثر واكثر في بلادنا الكبيره والحمد لله. مهرجان عنابه يعود للسينما بعد بضعه سنوات، وهذا ستون بوفي دوكسيجين احنا عندنا للممثلين وحتى المخرجين والمنتجين لنلتقوا، يعني ستون اوكازيون نلقاو فيها. وكي يكون هكا مهرجانات سينما ما نستناوش حتى نكونوا معروضين في بلدان مجاوره، لا في بلادنا كذلك بلد السينما منذ يعني الاستقلال، لكن الحمد لله انه فيه هذا الفيستيفال. يعني شايف باللي كل ظروف مهيئه باش ينجح ان شاء الله، ونتمنى ان يكون بدايه ماشي غير المهرجانات، بدايه كذلك للانتاج السينمائي في بلدنا. النضال مازالنا فيه، لازم تكون صناعه سينمائيه اكيد، لازم يكون تكوين، لازم يكون مدارس للتكوين، لازم يكون مراكز للانتاج والتصوير. وحتى لما يكون عندنا هذا لو جون دو فيستيفال، هاد المهرجانات، نحسوا باللي احنا شغل هذا سي اون بوفي دوكسيجين، روح يعني اللي يكون فيها اي ممثل اي فنان باش يشوف. يعني اذا كان التلفزيون والمسلسلات، المسلسلات الدراميه او الفكاهيه، التلفزيون والجمهور التلفزيوني هو اللي راح يشوف وراح يقيم، المهرجانات هي اللي تقيم السينما الجزائريه. ونتمنى ان شاء الله نكونوا من الشغل لي زاكتور ايكونوميك تاع السينما اون الجيري، هذا ما نتمناه. صراحة هدا وين وصلت وكانوا بزاف ناس، طبعا شفت ممثلين جزائريين حاضرين بكثرة، مخرجين جزائريين، كتاب سيناريو، هذا الشيء جميل. وشفت في قائمة المدعوين للمهرجان أسماء أجنبية من بلدان عربية وأوروبية، هذا الشيء جميل للعنابة أنها تستقبل ضيوف من مختلف البلدان. وشيء جميل في المهرجانات في هذه المواعيد انه يعني تعتبر جسور تجمع ما بين الشعوب، تجمع ما بين الفنانين، ما بين الثقافات. ونقول لهم مرحبا بكم في الجزائر، ويلكم تو الجزائر. احنا صراحه لازم صناعه سينمائيه، هذا الشيء اللي خاصنا، لانه عندنا كل القدرات والامكانيات لو نحبوا. صراحه نحكي على تجربتي الشخصيه ومشاركتي في اخر فيلمي اللي هو الملكة الأخيرة، نشوفه أنه نجح وحاليا مازال يجول العالم، وحاليا هو مثلا مترجم ويعرض في قاعات سينمائية بإيطاليا، عرض في عدة بلدان أوروبية وعربية حتى أسيوية مثل تايوان، بلد البرازيل مثلا، ومازال عنده يعني عروض أخرى. فنظن أنه نقدره، لازم تكون إرادة، لازم تكون قرارات كذلك قادرين عليها ان شاء الله. مساء النور، اليوم نحن في مهرجان عنابة نعيش ايام سينمائيه جميله مع مخرجين، منتجين، ممثلين دول عربيه، دول اجنبيه، اوروبيه وامريكيه. كذلك نعيش مهرجان غاب علينا مده
ليست بكثيرة وليست بقليلة كذلك. عنابة تجمعنا تحت شعار عنابة تعيش سينما. حضور سارة برتيما المؤلفة في مهرجان عنابة كحضور العديد من ضيوف الشرف الجزائريين كذلك الأجانب ومن دول عربية، فيه لقاءات تجمعنا نحن كضيوف شرف بدعوة من المهرجان، إن شاء الله تكون مثمرة، هذا يكون مثمر هذا اللقاء. والله احنا كانوا عندنا beaucoup d'invités beaucoup de guests etc. الحمد لله لا بلوبار ils ont répondu présent. عندنا دي غرون وعندنا اسامي كبار، اكيد ككل المهرجانات يكونوا كاين اعتذارات يمكن في الدقيقه الاخيره كالكوزان ماشي بزاف، ولكن الاسامي اللي راهم عندنا لحد الان الحمد لله نكتفي بها. ثاني عندنا دي غرون جوري راهم هنايا، ان غرون رياليزاتور كيما نوري بلجي، اون دي جو با سيتي باش ما نظلمش، ولكن عندنا بزاف اسامي كبيره في المهرجان، عندنا افلام كبيره ثاني اللي كي بارتيسيب. دونك راني متحمسه جدا باش المهرجان ينطلق. خدسنا اليوم لوفيرتور ان شاء الله راح يكون طابي روج غاد كاربيت اي لو فيلم دوفيرتور، اي اونسويت ان شاء الله غدوه تبدا كيما نقولوا رحله المهرجان جوسكو 30 ان شاء الله. اكيد يزيد هو اصلا اي مهرجان في اي بلاد هو كشغل ان بوان دو رونكونتر بين المنتجين المخرجين الممثلين، فكاين توجور كيما نقولوا تبادل لي كونتاكت وتبادل العلاقات، ويقدر يولد كيما نقولوا دي كوبرودكسيون انتاجات مشتركه، يمكن مثلا المخرج الغوبير ممثل يديه، منتج يتفاهم مع مخرج يولي يخدموا كيف كيف. دونك هذه هي لا ماجي تاع مهرجان. والله مشاريع المهرجان ان سي دو لو ريوسير، انه توت ليكيب ان شاء الله تنجح وانه المهرجان يستمر. مشاريعي الشخصيه ان شاء الله راح يكون عندي جديد بعد الصيف. هذه العوده ان شاء الله كيما نقولوا نفتحوا بيبان السما وبيبان السينما الجزائريه. ماذا بيا انا يعني الحاجه الوحيده اللي نتمنى فيها ان شاء الله كل القاعات السينمائيه ينفتحوا باش الشبان يروحوا يشوفوا افلام، معليش يجبدونا من لي زارشيف الافلام القديمه، على خاطر كاين اجيال اللي ما يعرفوش الممثلين القدم الافلام القديمه، باش يعرفوا الجزائر الانتاج تاعها كي كان في المستوى. دونك الشبان هذوك تقولي يقول لك واش درتو كيفاش ما درناش يا وليدي، كاين لي زارشيف، كاين مكتبه، كاين يعني تشوفي الافلام الثوريه كيفاش كانوا، وزمان كانوا يتورني وما كانش عندهم الماتيريال تاع درك، الكاميرا افيك لاباري فوتو تديري فيلم توتي، زمان الناقره يطلع في الجبل يرفد لك هذاك الوسم ومساكن، شوفي واش يعانيو وخرجوا افلام يعني ما شاء الله. كي تشوفي لي زاني دو بغاز الجزائري عبقري اللي جاب لا بالم دور، شكون اللي جاب لا بالم دور؟ الوغ دونك انا نحتقر السينما الجزائريه مستحيل، باسكو انا بنت هذا السينما. دونك انا واش نتمنى هذا المهرجان يزيد يتطور ويزيد ومليح كي يعرضوا تبادل ثقافي ما بين الاجنبيين والبلدان العرب، باش يعرفوا باسكو كاين شبان من مصر ما يعرفوش السينما الجزائريه. اوروبا مازال كنا نتكلموا عن الحرب الافلام الحربيه ايتو كانوا في المستوى، شوفي الانسبكتور الطاهر لي فاكونس دو الانسبكتور، كاين بوبقره، كاين بزاف يعني افلام سينمائيه اللي كان في المستوى وكان شارك في المهرجان في البلدان العربيه منهم الكويت السعوديه العراق. دونك الجزائر كيقولوا شكون؟ يقولوا الجزائر ما يقولكش الجزائر بقعه، جزائر كبيرة. دونك أنا نتمنى يزيدوا يشجعوا هذا المهرجان ويكونوا أجيال يخرجوا أفلام ديالهم باش يشاركوا في مهرجانات بلدان في أوروبا ولا في بلدان العربية. دونك يزيدوا يدعموا ما يخلقوش الأبواب، يفتحوا الأبواب يفوبا يخافوا، على خاطر كاين أجيال اللي راهي تمد وتحب تشارك وجابوا جوائز. أنا نتبعهم شبان كسوا ممثلات كسوا مخرجين. دونك يزم يشجعوهم ويزم يديروا تبادل ثقافي بلدان عربية وبلدان الأوروبية. أوروبية فيها سويسرا، فيها روسيا، فيها لو جابون، هاد الأجيال يزيدوا يتعلموا. حنا زمان كانوا يديروا لنا تبادل ثقافي، دونك تعلمنا شعراء كبار جاونا من كل بلاد تعلمنا عليهم، سي بوغ سا تقولي عندنا ثقافة عامة، مي هاد الأجيال لازم تكون عندهم ثقافة عامة. ألوغ أنا واش نتمنى؟ نتمنى إن شاء الله تكون ثقافتنا تعاود تولي كي هذيك تاج
تجي تكسر الشمعة الدوب مي يقعد كي النور، النور حابط من السماء. إن شاء الله سينما الجزائرية تكون وشبان جزائريين يكونوا في المستوى، وربي ينجحهم وينجح كان الرئيس ديالنا والوزيرة اللي راهم يدعموا، باسكو الرئيس راه يدعم أو عرفوا شنو هي الثقافة الجزائرية. ما يسرقوناش، ما يقدوش يسرقونا ثقافتنا، لخاطر حنا غنيين في الثقافة، عندنا ثقافتنا، عندنا 48 ولاية ودرك عندنا 58 رواية ولاية، عندنا لبستنا، عندنا الأكل ديالنا، عندنا الصياغة ديالنا، عندنا يعني التقاليد، حتى الموسيقى ما يقدروش يتبعونا، غنيين على بها. يقول لك هادو وين هاد الجزائريين، ما فهمناهمش، جزائريين واعرين. دونك نقول تحية الجزائر وتحية ثقافتنا وتحية السينما الجزائرية. اولا صافي فريمون بليزير اني حاضر في هذا الفيستيفال واللي عرضوني، يعني شرف ليا. نعم شوي وي مهمه جدا، لانه كما يقول لك عوده هذا المهرجان وخاصه عوده في الجزائر وفي مدينه عنابه اللي مدينه محبوبه ونحبوها بزاف، يعني صافي فريمون بليزير. ويعني بهذا النوع من المهرجانات وهذه المناسبات ان شاء الله كما يقول لك زياده فينا، زياده في السينما الجزائريه، وكذلك سا بيرمي كذلك حتى للناس لي زانفيتي ولا الناس اللي مشاركين في هذا المهرجان يفيزيتيو الجزائر ويشوفوا الجمال تاع هذه المدينه، مدينه عنابه. مروان والسينما مشروع قريب عن قريب عن قريب ان شاء الله يا رب العالمين، رانا اون بلان. عزيزه بزاف، لكن السينما ملي حكيت تدخلها يعني تدخلها مقنع وتدخلها حاب دير هذيك الحاجه، يعني عباك خاطر الممثل يقترحوا عليه ادوار كاين ادوار ما يخرجوش عليك وكاين ادوار يخرجوا عليك. الحمد لله كان لي شرف انه تلاقيت مع واحد الدور اللي كيما كنت حابه كيما كنت متمناه، سي اون كور كيما يقولوا، اي بي سان في اون كور. نتمنى كذلك انه هذا المهرجان ينجح وزياده في الجزائر وزياده في مدينه عنابه، ومرحبا بالناس كاع اللي جاو. والله غير اولا مسا الخير عليكم، مسا الخير قناه الشروق، يعطيكم الصحه على التواجد تاعكم في هذا المهرجان. يعني واش نقول لك، بالنسبه لنا احنا كممثلين ولي زارتيست يعني بوفي دوكسيجين، فرحنا بزاف بهذا اللقاء وفرحنا بهذا الفيستيفال. كما كي تشوفي كاين عده ممثلين من الكبار لونسيان جينيراسيون الى نوفيل جينيراسيون، ديجا هذاك الاحتكاك سا دون فريمون اون بوفي دوكسيجين. انا فرحانين وان شاء الله اون لونغ في هذا المهرجانات ومهرجانات اخرى ان شاء الله في الجزائر. قلتها عده مرات في عده يعني حصص، ان شاء الله يا ربي لكن لي الشرف اني نجسد شخصيه جميله بوحيرد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هذا حلم ليا، وان شاء الله يا ربي دائما سينما الجزائر في العلالي ان شاء الله يا رب. نو ديجا هذه كيما يقول لك سي ان ايفينمون كي مليح لينا نعاودوا نلاقيو لو سيكتور دو سينما افيك سون بوبليك، ديجا نعاودوا حنا نتلاقاو بعد غياب طويل. سي ان كيقول لك مهرجان هذايا اللي راح يجمع فنانين على تاو عنده طبعه سبيسيال، لانه راح يلم الباسا ميديترانيان ديجا، سي ان فيستيفال عريق اللي كان عنده تاريخ ديجا مسبق. دونك سي ان تري تري بون انيسياتيف دو سو ريفوار ديجا حنايا اون طونك دوك عاملين وفعالين في الدومين تاع لو سينما اي لوديو فيزيوال اون جينيرال. اي فوالا ان كرون برافو على لورغانيزاسيون ديجا. و الحاجه المهمه هي سيك عندنا لوكازيون دو فوار دي فيلم. Je ne sais pas, je vais pour le moment, j'ai fait un court-métrage, les sans vous blabikum, scénario de Anis Jaad. Donc, je vais participer à des festivals. Je vais participer à des festivals. Inch'Allah, je vais participer à des festivals. Je vais participer à des court-métrages. Ça dépend de ce que je vais faire le jumhur et d'autres marajanats. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكرك على هذا اللقاء، ثانيا بحكم النظر اذا شفنا في المهرجان عوده مهرجان عنابه 2024 اللي تكلمنا على استراتيجيه الدوله انه سنه 2024 راح تكون سنه السينما، نتمنوا انه مثل هذه المبادرات راح تضاعف في الانتاجات السينمائيه، بحكم انه المركز الجزائري لتطوير السينما قدم افلام راح تشارك في المهرجان، من بينها الفيلم تاع فرانس فانو من اخراج عبد النور زحزاح، افلام سنتينيه الاستقلال كلها راح
تعرض في المهرجان، راح تكون مطبوعه ممكن بمناقشات. هذا الامر راح يوسع الفكر السينمائي لدى الجمهور الجزائري اللي هو متعطش ويحب السينما. نتمنوا كل التوفيق للمهرجان، وان شاء الله طبعه تكون احسن من طبعه حتى تكون الجزائر في القمه في المحافل الدوليه السينمائيه ان شاء الله. راح كما قلت لك عودة الجزائر إن شاء الله في المحافل الدولية، في المحافل نقولوا المحافل المحلية واللي هي مهرجانات، واللي تستقطب عدد كبير من الأجانب. يعني كاين ضيف الشرف في المهرجان تاع النبا بلد إيطاليا، وحتى في الافتتاح يكون فيلم إيطالي، راح تكون الأفلام الجزائرية تعرض أيضا. ونتمنى أنه إن شاء الله الجزائر راح تشارك في المحافل الدولية العالمية مستقبلا هذه السنة والسنوات القادمة الأخرى إن شاء الله. طبعا اليوم مهرجان سينمائي قد يبدو فيه شق فني شق تقني، لكن أكيد هناك شق قد يخفى على الكثيرين وهو شق جيوسياسي لهذه الصناعة. السينما بالنسبة لنا أعتقد هي القوة الناعمة التي يجب أن تكون لدى الكثير من الدول. احتضان الجزائر لهذا المهرجان لهذا الفعالية أعتقد مهم في حد ذاته. تواجد مهرجان بهذا الحجم بهذا الكم من الضيوف من عدد من الدول الصديقة، أكيد أنه هذا المهرجان بكل أبعاده خاصة البعد الجيوسياسي المتمثل في القوة الناعمة. أولا نريد أن نمرر رسائل متعددة ولأطراف عديدة أيضا في نفس الوقت. الرسائل أعتقد أنها تدور أنه يمكننا اليوم كقوة في المنطقة أن نحتضن مثل هذه الفعاليات. سبق لنا وأن احتضرنا ألعاب البحر المتوسط، القمة العربية، كل هذه الفعاليات. اليوم مهرجان أيضا، أي بإمكاننا أن نؤمن وأن نؤمننا أيضا هذا النوع من الفعاليات سواء كانت سياسية اقتصادية، واليوم فعالية مهمة ثقافية. الأنظار متجهة نحو هذا المهرجان، هناك مهرجانات أخرى عربية في القاهرة في الإسكندرية عن قريب، لكن اليوم الأنظار متجهة نحو عنابة. هذا أمر مهم أنه قنوات عالمية اليوم تسلط الضوء على مدينة عنابة، شق سياحي مهم حتى نتعرف على هذه المدينة أيضا المضيافة، حتى نتعرف على الأفلام. سنشاهد العربي بن مهيدي، هذا الفيلم الذي ربما أول عرض سيكون للجماهير من خلال هذا المهرجان، فيلم جد مهم ورسالة أيضا أكثر من مهمة للجزائريين ولكل العالم. أعتقد أن مهرجان عنابة للفيلم المتوسط في دورته الرابعة يعود بقوة، لأن 70 فيلم أعتقد في مهرجان هذا لم نشهده من قبل، يعني زخم كبير، عدة أفلام جديدة، حضور نجوم كذلك للسينما من حيث الإخراج من حيث الإنتاج، حضور بلد كبير وهو إيطاليا ومن أكبر المنتجين للسينما ومن أوائل الدول المنتجة للسينما في العالم بمنتجين وبأفلام كذلك في المسابقة. هذا الشيء أن مهرجان عنابة يريد الآن يتموقع بقوة في المنطقة المتوسطية، المنطقة التي فيها أمور عدة تحدث على الصعيد السياسي والتاريخي والأمني، والمنطقة المتوسطية كذلك معروفة بإنتاج كبير، يعني من أكبر مهرجانات العالم موجودة في المنطقة المتوسطية، مهرجان البندقية، مهرجان كان على تطول على المتوسط وأكبر مهرجان سينمائي في العالم، مهرجان القاهرة، وبالتالي فأن يأتي مهرجان بهذه القوة بهذه البرمجة هو مبشر خير، الآن يبقى أن يتواصل لا يتوقف. المهرجان عنابة بدأ وتوقف مرتين في ثمانينيات القرن الماضي وفي المدة الأخيرة، وبالتالي أتمنى مع فريق محمد علال والمحافظة الجديدة إن شاء الله يبادروا ويوصلوا العمل، وخاصة أن المهرجان هذه السنة أدخل شيء جديد هو المشاركة في إنتاج الأفلام بالنسبة للأشرطة القصيرة مع شباب من الجزائر من فلسطين من مصر من تونس من عدة دول، إن شاء الله مستقبلا ربما تكون عدد أكبر. هذه الآن أصبحت تقليد في كثير من المهرجانات، لم نقل كل المهرجانات العالمية من الصنف الأول أو الثاني، يعني تشارك في إنتاج الأفلام وتصبح يعني كأنها مؤسسة منتجة، هذا الشيء الجديد. الشيء الآخر أعتقد أن عنابة جوارة المتوسط مدينة كبيرة في الجزائر بحاجة لقاعة سينما، هي للمرة الرابعة المهرجان يكون في المسرح الجهوي عز المجوبي، أكبر مسرح
بالجزائر. جميل ان يكون هناك عرض في المسرح يعني بمقاعد كافيه للجمهور، ولكن من الاحسن تكون هناك قاعه سينما، مش قاعه واحده، عده قاعات. الان هناك توجه نحو تقويه الصناعه السينمائيه في الجزائر، هناك حتى منتدى في المهرجان يتناول هذه القضيه وهذه الاراده السياسيه في الجزائر لتقويه الصناعه السينماتوغرافيه، منها ضروره وجود قاعات، لان عندما ننتج فيلم، عندما تكون هناك صناعه الافلام، لابد للجمهور ان يشاهد، لابد ان تكون هناك مداخيل بالنسبه للجهات المنتجه، وبالتالي ان شاء الله مستقبلا يكون هناك ملتيبلكس، يعني مراكز او كما يقولوا مراكز عده متعدده للقاعات، لان هناك جمهور السينما. شخصيا شاركت وحضرت طبعات الاربع للمهرجان، وشاهدت في كل مره حضور كثيف للجمهور، مشاركه في النقاشات، يجوا الجمهور عنابه يتصور مع الفنانين، على بالهم بلي كاين فنانين مشهورين، بالتالي ان شاء الله المهرجان سيكون هو القاطره التي ستدفع نحو الامام بحضور للقاعات السينما والعروض السينمائيه وكذلك الانتاج السينما. اكيد ان المهرجان عنابة في متوسط لا ينسى غزه ولا ينسى فلسطين ولا ينسى ماساه فلسطين التي لم تبدا في 7 اكتوبر كما يعلم الجميع، بدات منذ اكثر من 70 سنه. السينما الفلسطينيه حيه، من يريد قتل المجتمع الفلسطيني وقتل الصناعه السينمائيه الفلسطينيه والفنانين الفلسطينيين فلن يفلح، لان هناك انتاج، هناك شباب ينتج افلام حتى تحت القصف الاجرامي يعني لاسرائيل في غزه وكذلك في رام الله. في رام الله هناك عدد، هناك حتى مهرجانات في رام الله، هناك جمعيات، هناك نوادي سينمائيه نسائيه الى غير ذلك، بعضها سيكون حاضر في عنابه. هناك ندوه حول الصناعه السينمائيه، سياتي عدة مخرجين سينمائيين منهم نجوى النجار اللي شاركت مع الجزائر في فيلم واد الحرامية، وكذلك الممثل كمال بشار وغيرهم من الممثلين والمخرجين، يحكيوا لنا بالنسبة للجمهور عنابة وحتى للضيوف عنابة كيف هي الصناعة السينمائية الفلسطينية اليوم وكيف ستكون، لأن ستكون لأن هي جزء من النضال للشعب الفلسطيني. إضافة إلى هذا هناك عروض لأفلام قصيرة لشباب فلسطينيين وسيكون حولها نقاش، وبالتالي فلسطين في قلب المهرجان عنابة في المتوسط تحت عنوان فيفا فلسطين، الأغنية الجميلة التي عادت إلى الواجهة لتعبر عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن الفلسطينيين بضرورة البقاء والوجود والحق في الأرض. طبعا عودة مباركة ومحمودة، خصوصا وأن كاين شح كبير على مستوى يعني الإنتاج السينمائي أولا، شح أيضا كبير على في تواجد القاعات السينما يعني تقريبا شبه منعدمة، وعودة المهرجان ايضا اللي هو ضمن المهرجانات القليله جدا على المستوى الوطني. يعني نبارك هذه العوده، لان هذا المهرجان يسمح للممثل اولا حتى يتطلع يعني لمستقبل احسن فيما يخص ان شاء الله الانتاجات اللي ربما ستاتي في السنوات القادمه، ايضا يلتقي بزملائه في المجال الفني السينمائي بطبيعه الحال، وفرصه ايضا للتعرف على ما انتج يعني من افلام سينمائيه على مستوى دول البحر المتوسط. دونك طبعا السينما تبقى دائما يعني كيقولوا التخصص الذي يحلم به كل ممثل، وحتى ولو يعني نفضل المسرح يعني لانه يبقى هو الاصل وهو الركيزه الاساسيه، لكن السينما ايضا لها طعمها الخاص ولها يعني مناخها الخاص، لان ان تؤدي دورا في السينمائي ليس ك يعني كباقي الادوار يعني في التلفزيون او على المسرح، لان السينما لها سحرها خصوصا من ناحيه الاضواء التي تسلط على اي منتوج سينمائي كان. هو بالنسبه للشخصيه التي اديت شخصيه بيوسف بخدة في فيلم بالمهدي، صراحه يعني ناسف على شيء واحد، وهو اننا شاهدنا انفسنا لما كنا صغار، يعني كنا مثله بدون شعر ابيض يعني. ولو ان الفيلم الاخير يعني مشاركتي الاخيره في مجال السينما هو فيلم زائر الظلام لاحمد رياض، الذي نامل ان يكون مبرمج يعني ضمن القائمه تاع يعني الافلام القصيره. بالمهدي طالما انتظرناه، يعني يبقى فيلم يعني صرت عليه بزاف لا بوليميك، وين الكل كان ينتظر هذا الفيلم هذا.
خصوصا لما تتناول شخصيه مثل العربي بن مهدي، الشخصيه الثوريه الوحيده التي تم الاجماع على مصداقيتها وعلى رمزيتها. فسعيد جدا بكوني انني كنت ضمن طاقم الفيلم هذا، واتمنى ان اكون كما ذكرتي، يعني كنت يعني كانت عندي اطلاله يعني مغايره عن باقي الشخصيات التي اديت في الافلام الاخرى. لازم اذا كررنا انفسنا فهذا معناه اننا اصبحنا نعيش في يعني دائره ضيقه ومغلقه، وهذا غير مسموح به. Alors on m'a invité au festival et j'ai très très heureux de participer, puis surtout de rencontrer le peuple algérien, la famille, et puis surtout très important pour moi c'est faire une escapade demain à Constantine qui est ma ville de naissance. Et aussi encore plus important, je suis venu avec mon fils et je voulais impérativement absolument lui faire visiter cette ville et puis retrouver des souvenirs et des senteurs de l'Algérie qui me manquent beaucoup. Voilà, les retrouvailles. Voilà. On va dire que c'est le meilleur. On va dire que c'est le meilleur. Non ? Oui, non. C'est éclectique. C'est... Je crois qu'il y a une éclosion du cinéma algérien. Ça commence. Mais ça a toujours existé. Le cinéma a toujours existé, le cinéma algérien. Mais je trouve que là, maintenant, avec cette nouvelle génération, même dans le goût des scénarios, le goût des sujets, etc., c'est une nouveauté dont il faut tenir compte. Voilà. Et puis, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'en venant ici, je rencontre des acteurs avec qui j'ai tourné en Algérie. Notamment, j'ai tourné un film, j'ai un très très bon souvenir, qui s'appelle Certifié Halal. Et là, j'ai retrouvé des acteurs qui ont partagé l'affiche avec moi. Non, non, je suis invité. Non, non, pas du tout. Je suis invité. Je suis curieux. Mais je vous dis aussi, j'ai fait d'une pierre deux coups. Le cinéma et Constantine. Voilà. قناة أو تلفزة الصرخ نيوز على هذا الاهتمام اللي وليتوه للطبعة. نعم هي طبعة متميزة لأنها بعد غياب 6 سنوات هي المهرجان عنابة للفيلم المتوسط يعود من جديد. هو يندرج في إطار البرنامج العام اللي سطرته وزارة الثقافة والفنون هذه السنة بحوالي أكثر من 170 مهرجان بين دولي ووطني ومحلي. إن شاء الله راح تكون طبعة متميزة لأنه فيه تحضيرات جادة لهذا الحدث. أكثر من 18 دولة جاءت بأفلامها، سواء كانت أفلام روائية طويلة قصيرة ووثائقية. أيضا تنوع المجال العلمي بين في التكوين، ورشات ماستر كلاس وغيرها من أنشطة أخرى سنرافقها مع بعضنا بعض. نعم نحن يعني وفق تعليمات السيدة وزارة الثقافة والفنون سنجعل من هذه السنة سنة 2024 سنة السينما بامتياز، لأنه السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بضرورة العودة قوية للسينما الجزائرية. من العديد من المهرجانات السينمائية راح تشوف النور أيضا من خلال التكوين، من خلال ما يقدم على مستوى القاعات السينمائية وما يقدمه أيضا مراكز السينما على المستوى الوطني إن شاء الله. يعني ديناميكية جديدة، يعني وديناميكي يعني كما نقولها بدات بالمالوف في جويلية الفارطة 2023. غياب المهرجان الدولي للمالوف لمدة سنوات بسبب كوفيد وأسباب أخرى، بصح كي عاودنا وليناه رديناه بتوجيهات وتعليمات جديدة تصب في الإلمام وإعطاء المشاهد حقه في الفرجة، وخيرنا لوزينيت. أنا اليوم معروض أون طونك محافظ مهرجان دولي للمالوف وكفنان مؤدي وفنان ممثل، عندي 10 مسلسلات. دونك أبت محافظة المهرجان الدولي للفيلم المتوسط في طبعتي الرابعة بدعوتي، وأنا مسرور وممتن بهذه الدعوة. أشارك زملائي الفنانين الممثلين هذه الفرحة، أشارك يعني العارفين والداركين لهذا المجال كما نقولها حيثيات هذا المهرجان بكل ما تحمله من رؤية جديدة للسيد المحافظ، الذي أتمنى له كل النجاح والموافقة في مهامه النبيلة.
أنا خريج المعهد العالي لإطارة شباب فرع فنون غنائية وفنون درامية، دونك فنون درامية درناها طرون كومان، دونك في القابلية هذه زيادة على أنه الوالد كان يشغل مدير الإنتاج بالمحطة الجوية في قسنطينة، دونك ترعرعت وكبرت في وسط درامي سينمائي مسرحي، عندي القابلية وعندي كما نقولها كل المؤهلات والوسائل لي كما نقول خوض غمار هذا المسار اللي انا اخوضه من 2014 الى يومنا هذا، وانا سعيد جدا بهذا المسيره الجد محترمه. نحن سعداء بعوده المهرجان في طبعته الرابعه لمدينه عنابه. المهرجان تاريخه من تاريخ السينما وشغف أهل عنابة وسكان عنابة بالسينما، والكثير من المؤسسين لهذا المهرجان هم أبناء عنابة، لكننا نتمنى أن يكون المهرجان في طبعته الخامسة والسادسة إن شاء الله وإلى ما لا نهاية في قاعات سينما. نتمنى أن تعود الحياة لدور السينما، أن يشاهد الجمهور الشغوف بالفن السابع الفيلم السينمائي في قاعة العرض السينمائية وليس في المسرح، مع أننا سعداء طبعا بعودة المهرجان حتى بدون قاعات سينما في الوضع الحالي. نقول برافو بور لو فيستيفال هذا اللي جانا لمدينه عنابه، ان شاء الله يعاود يتكرر، يكونوا مهرجانات فنيه ثقافيه هكذا، لان عنابه مضيافه ولازم لنا الشعب الببليك تاع عنابه، الجمهور تاع عنابه يحب التظاهرات هذوما. دايوغ تشوف والله يبارك لو موند لو جولي مون لو بو موند كيما نقولوا احنا، يعني اخلاق وتربيه وكذا، اي صافي بليزير، تشرفنا احنا تزيد فينا شيء على شيء. مهمه لانه هو مهرجان تاع السينما، مهمه يكون في لي سال دو سينما، يعاودوا يزيدوا يفتحوا انكور لي سال دو سينما، سي امبورطون. يعني الحمد لله دركا مع سيد الوالي الله يبارك راهو قاعد ناشط في الـ في الـ في, الـ في الامر هذا تاع الثقافه وكل شيء، وحنا تانا نساندوا والشعب كيف. نظن انه افتتاحيه ناجحه بالنسبه لعوده مهرجان في طبعته الرابعه بعد 6 سنوات، ان شاء الله يكون توب. احنا ماناش مشاركين، لكن راح يشوفوا فيلم العربي بن مهيدي لبرشيد الرئيس. شكرنا للاستضافه هذه، فرصه رائعه انه الفنانين يتلاقوا، او ميم طون ماشي غير الجزائريين، يتلاقوا مع كامل فنانين البحر، حوض البحر الابيض المتوسط. راني هنايا كضيف شرف، جي اونفي دو فوار دي فيلم، راني حاب نشوف بزاف افلام، نقصروا مع ناس، نحضروا لي ديبا، فوالا. انا بين قوسين نحسد جمهور عنابه لانه عندهم مدينه شابه وعندهم مهرجان كيما هذه، وراح نشوفوا اخر افلام اللي خرجت اللي راهي في لي صال على برا. شكرا جزيلا. شكرا. انا ما نقدرش نوصف الاجواء هذه اللي رانا نعيشوها، انتم راكم حاضرين تغطيوا الحدث معنا، سعداء جدا بهذه العوده، يعني الاحتفاليه الكبيره بالسينما، بالفرح، بالفن، بعنابه، بالمتوسط، بكل ضيوف المهرجان. سعداء، شكرا لكم على هذا الحضور، وان شاء الله نمشي مع بعض مهرجان، نعدوا اسبوع ممتاز، نشوفوا افلام. بالتاكيد في فرق بين انك تكون ما وراء الكاميرا وامامها، اكيد ضيف بتكون تستمتع ولكن لما تكون في التنظيم في مسؤوليات اكثر، ولكن الحمد لله اليوم احنا نعيش اجمع ان شاء الله. هذا نتيجه جهد كل فريق العمل، كل اللي رافقونا حتى على مستوى مدير الثقافه ولايه عنابه وزاره الثقافه، كل فريق عمل كبير يشتغل، راح نعملوا حاجه خاصه فيهم نحكم بها ان شاء الله. يعطيكم الصحه. أنا حاضر اليوم كضيف، شيء جميل أنه يعاود يرجع مهرجان عنابة، وهذه اللقاءات لازمة باش نعاودوا نرجعوا روح السينما في الجزائر، وأكيد هذه اللقاءات اللي تخرج ربما أفكار أعمال جديدة خاصة في هذه المدينة الجميلة. كان لازم يعاودوا يرجعوا للمهرجانات، مهرجانات اللي كان عندها صدى، مهرجانات اللي كان عندها واقع كبير، فأكيد أنه توقيت في محله، وان شاء الله يا رب يديم علينا هذه اللقاءات وهذه المهرجانات، لانه هي روح والله نواة للاعمال. وللضيوف العرب والاجانب ايضا كان لهم رايا في مهرجان الفيلم المتوسط بعنابة، كان لهم أيضا ما يقولون عن الجزائر وجمال الجزائر ومدينة عنابة تحديدا التي تحتضن فعاليات الدورة الرابعة. نتابع هذه التصريحات ثم نعود مجددا. أنا مشاركة كممثلة في فيلم بنات ألفة لكوثر بنانية، باش تعدى أور كومبيتيسيون نهار السبت
فرحانه برشا وان شاء الله عنابة ديما عايشه بالفن. محليكم على الاخر على الاخر واحنا نحبوكم بزاف. انا سعيده اني اكون في الجزائر للمره الاولى كسعوديه، اساسا اول مره سعوديين يشاركوا في مهرجان دولي في الجزائر، فنتطلع للايام الجايه في افلام قويه في المسابقات، فان شاء الله يكون. انا في لجنه التحكيم للافلام القصيره، سو ان شاء الله يكون افلام جيده. والله الحمد لله بدايه جيده، بس نتطلع للايام الجايه، بس ان شاء الله حيطلع منها كمان دعم كبير اكيد لصناع الافلام سواء من الجزائر او من العالم العربي. انا اعتقد انه الحقبه الجايه هي حقبه السينما العربيه، فإن شاء الله أعتقد في الحقبة الجاية سواء كانت سنة 24 أو السنين القادمة حتكون سنين قوية للسينما العربية. والله سعيد جدا، الجزائر بلد عزيزة جدا على قلبي، يعني أنا منذ بداياتي بالفن وأنا أملك العديد من المشاهدين المحبين البيج فانز من الجزائر الحبيبة، جمهور زواق للفن، يعني من بداياتي وكبني بكل أعمالي بانطلاقتي حتى الآن، وأنا غبت فترة طويلة عن الجزائر بعد عدة زيارات. أنا اكتشفت اليوم أني أنا مر أكثر من 10 سنوات ما زرت الجزائر. سعدت جدا بدعوة مهرجان عنابة لإلي على الجزائر، وفعلا أنا مبسوط جدا بهاي الحفاوة وهذا الحب اللي عم يلاقينا فيه الشعب الجزائري العظيم. أكيد نزوح فيلم بيحكي عن كل عربي مهجر نزح من بيته، أكيد توقيته ممتاز لأنه بتعرف في كتير مهرجانات عربية، لا توقيته أخذ وقت خاص فيه يعني، وفي نخبة من الأفلام المهمة مشاركة بالمهرجان ونخبة من النجوم العرب والعالميين، وتحية مني أنا سامر المصري لكل الجمهور الجزائري الحبيب. أول شيء بدي أحسك أنه أول مرة بكون موجود بالجزائر. أنا عبد الله الخطيب مخرج فلسطيني، عندي مشاركة هون بأفلام قصيرة، سعيد جدا حقيقة بهذا الجو، في جو احتفالي عائلي عظيم جدا 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 فعلا، يعني حاسس بفخر اني موجود بهذا المكان. الحقيقة لسه المهرجان ما بلش، يعني اليوم نحن بالافتتاح للمهرجان، صعب اقول انه المهرجان يعني اقارن المهرجان مع اخر، ولكن اقول فينا احكي انه المهرجان بشكل عام جيد جدا، الاستقبال كان كتير جيد، البرنامج الموجود ممتلئ بافلام مختلفة من سينما عربية مختلفة، في حضور واضح للسينما الفلسطينية هاي السنة، وهذا حقيقة يعني مدعاة للفخر ومدعاة لتفاؤل بهاي النسخة من المهرجان. مبسوطين كتير، جايين الضيوف منمثل فلسطين وحاسين انه هذا البلد بلدنا، فشكرا كتير. كتير مهم على الأحداث اللي عم بتصير هلأ نضلنا نحكي عن فلسطين، فهذا اشي كتير كتير حلو. أول اشي هاي مرتي سميرة الأسير، احنا 2 ممثلين، احنا اليوم بجزء من اسعد لحظات حياتنا انه جينا على الجزائر مع بعض، هاي اول مره الي بالجزائر، مش اول مره. اليوم اللي بيعملوا مهرجان عنابة شيء عظيم، انه تسليط السينما الضوء على السينما الفلسطينيه بهذه الظروف بهذه الاوقات، هذه مبادره مش غريبه على الشعب الجزائري، دائما هو شعب واقف جنب الشعب الفلسطيني. Good afternoon. You look beautiful with this. Thank you. I feel like a queen, like a Argelian queen with this dress. It's your marvelous. First visit here to Algeria? It's the second time for me here. The first time it was in Tindouf to visit the camps from Sahara. Yes. I like really I like Anava. It's incredible, the food, the people, very happy here. افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، هذا المهرجان السينمائي الذي يعود كما قلت بعد توقف 6 سنوات، الأمال معلقة على هذه الدورة، دورة العودة، الجميع يأمل أن تكون دورة قوية، أن تكون الأفلام في مستوى الانتظارات وأيضا الندوات والورشات. إذن هذه الدورة كما قلت دورة العودة، أيضا كانت مناسبة لعرض لجنة التحكيم رأيها في الأفلام المشاركة داخل المنافسة. نتابع جانبا من الندوة الصحفية التي نظمت صبيحة يوم الافتتاح بالأمس الأربعاء بفندق سيبوس، ثم نعود مجددا. طبعا
هذه حاجة مليحة وتفرح لي كما يقول لك لماذا؟ لأنه عودته بعد غياب طويل اللي كان غياب طويل، ونعرفوا بلي الجزائر ما عندهاش بزاف مهرجانات سينمائية. عندنا زوج برك مهرجانات سينمائية في الجزائر المعروفين دوليا، إما لا عندنا هذا وعندنا تاع وهران. إن شاء الله هذا راهو تنفتح. من الحاجة المليحة أنه الأعمال السينمائية جابوا بزاف، عنده 70 فيلم سينمائي، معناتها يا بابا عنابة عندكم الأعمال السينمائية والعرس راهو في داركم، روحوا تشوفوا الأعمال السينمائية باسكو سي جينيال، وتشوفوا الأعمال السينمائية تاع بلادكم. نشجعوا الأعمال السينمائية باسكو في السبعينات كان السينما الجزائرية متطورة ومشهورة وتفوز على عدة جوائز عالمية، والآن لازم نبينوا أن الجزائر ما زالنا على ديدانها، ما زال أوي السينما ما زالها على ديدانها يا جماعة. أوكي، توحشت الكاميرا، توحشت السينما، لأنه في السينما كما في التلفزيون ولا السينما ولا المسرح كل واحد والعائلة تاعو. السينما عندها طابع خاص، سينما لانه كما يقول لك نحتك مع الفنانين تاعنا تاع سينما سي با دوني اتو الموند، والسينما ما ترضاش بكاع الناس. سينما اذا ما حباتكش ما تقدرش تبينها. سينما اصعب حاجه انك دير فيلم سينمائي ولا تكوني ممثله سينمائيه، سي تري تري ديفيسيل اتر اي اون بليس. ولا حباتك الكاميرا السينما في السينما ما عندها، لانها السينما تحب الصدق. سينما من الداخل تجبد لك واش كاين، معناتها شاك جيست كما يقول لك لمحه ماشي في بلاصتها تفضحك. اضافه صح، اضافه زائده تزيد ليا، لانه رئيسه لجنه التحكيم الحمد لله كنت درت عده كما يقول لك في لجنه التحكيم ورئيسه في الداخل الخارج وداخل خارج الوطن، لكن في عنابه مسؤوليه كبيره لاني راح نمثل رئيسه لجنه التحكيم، ولازم نكون كما يقول لك جوست. كما قلت لهم الاعضاء اللجنه قلت لهم ما كانش كما شفافيه، انا من بين الناس نحب واحد تعيط معليش لكن اقنعني باللي عندك الحق، هذا هو الصح. وما فيناش هذا سعودي وهذا تونسي وهذا لا، بالعكس العمل السينمائي نساو كلش، نشوفوا العمل السينمائي اللي يميغيت، لانه انا بالنسبه لي لي كور ميتراج من اصعب على لي لون ميتراج، باسكو لي كور ميتراج هنا وين بدا يدير سينما، معناتها انت اللي تحبه في السينما ولا تغلق له الباب تاع السينما. وعبيها لازم هذا نراعي الاحاسيس هذيا اللي مش نحبوه كانت في السينما. شوف انا فرحانه بزاف على خاطر منذ زمان وانا نقول لازم عنابه تولي اون كابيتال كولتوريل، ولازم الشعب تاع عنابه والجزائري يقدر يشوف الافلام اللي راهم يجوزوا في العالم وما يتجوجوش هنا في الجزائر. أنا فرحانة خاصة الجمهور، نتمنى الجمهور راح يتبع المهرجان ويجي يشوف الأفلام. إذا معنا محافظ مهرجان عنابة الفيلم المتوسطي. إذا كما قلت هذه الدورة دورة العودة بعد 6 سنوات من التوقف، هذه الدورة الرابعة يعول عليها كثيرا. محمد علال محافظ المهرجان، دورة الامتحان خلينا نقول، كيف تتوقع ستكون امتحان المحافظة الجديدة بعد العودة؟ إذا توقعاتك بعد حفل الافتتاح؟ مفروض توقعات متفائل. لماذا؟ لأنه مهرجان ينجح بالجمهور والصحافة وفريق العمل. احنا اشتغلنا منذ قريبا سنة ونصف تحت شعار رؤية جديدة من أجل إعطاء نفس جديد لمهرجان في وقت صعب، أنه العالم اليوم المهرجانات السينمائية أصبحت لديها خصوصيات. أخذنا بالاعتبار العديد من المعايير، أهم معيار هو الجانب السينمائي من خلال ارتقاء بلجنة التحكيم، رئيس لجنة التحكيم مخرج كبير، وأيضا ارتقاء بمستوى ونوعية الأفلام، وأيضا من خلال ارتقاء بالإبهار البصري الفني وهو عامل مهم جدا لإنجاح مهرجان. ونحن نشتغل هذا الوتيرة، هذه ما هي إلا البداية. المسار مستمر 7 أيام عبر العروض وعبر النقاشات والورشات والبرامج المرافقة.
إذن كما تابعتم كان هذا جانبا من حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بعض الكواليس بعض التفاصيل والتصريحات أيضا، أكيد سأوافيكم بالمزيد من التفاصيل والكواليس الخاصة بالندوات بالورشات بعرض الأفلام أيضا، وذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. ابقوا متابعين أوفياء لبرنامج أما بعد على نفس القناة الشروق الإخبارية نفس التوقيت. سلام.